عاجل هجوم صاروخي على قاعدة فيكتوريا التابعة للاحتلال الأمريكي ببغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا أرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. سمع صافرات إنذار تدوي في قاعدة فيكتوريا التي فيها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد. صواريخ انطلقت من منطقة حي الجهاد في جانب الكرخ ببغداد اتجاه القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. أنباء عن تعرض القوات الأمريكية بالقرب من مطار بغداد هجوم بقذائف كاتيوشا. هناك أنباء عن عدد الصواريخ التي تم القصف بها على قاعدة فيكتوريا وهي 3 صواريخ استهدفت محيط مطار بغداد الدولي. ما صرح مصدر أمني سقوط أحد الصواريخ التي هاجمت مطار بغداد الدولي منطقة سكنية ضمن حي الجهاد وسط بغداد والأمن في موقع الحدث. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.